بمنطقة ألكسندر بلاتس وسط برلين متواعدة اليوم مع ضيف بيعشق رياضة الأكروبات والرقص والمرتفعات. ومشان هيك رح ندردش سوا على ارتفاع 150 متر من سطح المدينة، موقع بيضمن له أكيد شعور خاص بالسعادة وبيذكره بلحظات ما بينساها من عروض راقصة قدمها وهو معلق بين السماء والأرض. شو هي يا ترى أسرار طارق الترك، أول محترف رقص عمودي عربي بالعالم؟ طارق، هيك هلا نحن واقفين على ارتفاع 150 متر من سطح المدينه، سطح برلين. شو يا ترى عم تفكر؟ طبعا بكل بساطه هذا يعني مكان بحسه مكاني، مساحتي، لا اقدر اطير واحلق بهذا المكان، ارقص. مشتاق؟ كثير مشتاق، فعلا كثير مشتاق. احس بجسمي، بجسدي، بعضلاتي، بحالي هيك. وانت طاير؟ وأنا طاير. إيه، شعور الطيران حلو كتير. لما منقول إنه طارق محترف رقص عمودي، معناتها مشان نحن والمشاهدين كمان نعرف شوي، إنه خشبة المسرح انتقلت لتصير هي جدار بناء عالي أو لتصير معلقة بين السماء والأرض. نعم. وين المتعة بالنسبة لإلك بهذا النوع من العرض أو الفن؟ تماماً. هلأ هي خشبة المسرح بعدها موجودة وقائمة، ولكن تطورت الفكرة. هلأ رحنا لمكان أبعد بكتير، اللي هو الرقص العمودي، الفيرتيكال دانس. صار تحليق، صار مسافات عالية شاهقة، نظرة مختلفة، أبعاد تانية، إحساس تاني، شعور تاني. الفكرة اللي عم حاول أوصلها وأعمل شيء يعني مختلف كمان كلياً، إني أجمع المسرح، الستيج، مع الفيرتيكال دانس، يصير مسرح واحد، شيء مختلف تماماً. يعني مش تخيل يكون تبلش القصة من فوق وتبلش القصة من تحت تتنتهي بفوق. ممكن تنعمل شيء بحبكة معينة، نطلع بشيء فن حلو وجديد. كيف تتغلب على شعور الخوف اللي هو شيء غريزي؟ يعني لما الواحد بيكون بهيك مكان مرتفع ونازل بحبل شايف تحته الأرض على مسافة بعيدة، الجسد تلقائياً بيقول لك لا وقف. تماماً. كيف أنت بتتغلب على هذا الشعور؟ هلأ بالبداية كان الأدرينالين عندي يوصل دائماً لفوق وعالي جداً، فهلأ هاي الشغلة يوم عن يوم تدريب، مرة على مرة الخوف يبلش يتلاشى، يعني شوي شوي بروح منك الخوف، التوتر. يعني صراحة أنا أول ما بلشت كل ما أشوف أتشاهد أقول هاي نهاية حياتي. بس تقولي للأسف، يعني تقولي إنه لا، أنا في شيء عم بعمله، واثق بحالي، بإمكانياتي، واثق تماماً بالتيم اللي معي، كأمان، كمعدات، أمور. فهذا الشيء الخوف لحاله يعني يروح شوي شوي، بعدين أبلش أركز على فني، على شغلي، على جسمي، على حركاتي، مكاني. تنسى أنك أنت معلق؟ إيه، لمرات بنسى أنه معلق. يعني يس، أنا مدة يعني فترة التحليق يعني ممكن تقعد 10-12 متر، مسافة طويلة أنت عم بتطير. هلا المشاهد بيشوفها يمكن سريعة، بس لكن فعليا أنا بقطع مسافة كتير طويلة، يعني مثلا من نقطة لنقطة معينة، فعن جد بتحس بشعور التحليق. وكل إنسان بحب يحلق، يطير ويعيش الحرية. شو بالنسبة لإلك هو أجمل عرض قدمته؟ صراحة كان أجمل عرض لإلي بميونخ، مدينة ريغنسبورغ. هذا كان أول انطلاقة لإلي كعرض تحليق للفيرتيكال دانس. صراحة هو هذا الشيء كان لإلي الشرارة لأنطلق وأكمل يعني طريقي بالشيء اللي عم بعمله. صراحة عملت، كنا باليوم نعمل 3 عروض، كان باليوم لا يقل، يعني بالعرض الواحد لا يقل عن 4-5 آلاف مشاهد عم يحضرنا. يعني تخيل شهقات الجمهور توصل لعندي لفوق، إنه عم بيشوفوا شيء جديد غريب، شو عم بيعملوا هدول. فهون بلشت القصة. يعني أجمل عرض هو أول عرض؟ أكيد أكيد، لأنه تجربة جديدة، حب جديد لفني. يعني فيك تقول لي هيك شيء، إنه تعرفت على شيء جديد.
وانت تعرفت على الرقص العمودي بعد قدومك لألمانيا. تماما. كيف حدث هذا الشيء؟ صراحة في لإلي كان كنا بنشتغل بنفس الوقت بهذاك الوقت كنا نشتغل بسيركوس ألماني. خلصنا البروجيكت تبعنا في لشركة ألمانية عرضت عليه فيديو معين في كانت فرقة رائدة بهذا الشيء فرقة أمريكية عم تشتغل كمان فيرتيكال دانس وعرضت عليه الفيديو شو رأيك طارق نبلش بهيك مشروع شفت الفيديو ضوط عيوني مباشرة قلت لها أنا جاهز يعني let's do it أنا هذا هو مكاني كرقص كفن ممكن ألاقي حالي كفنان يعني أميز حالي بين الراقصين يمكن ألاقي حالي بهذا المكان وأقدم شيء حلو ومرتب يعني للمشاهد. بدايات لما بلشتوا تدريبات مين كان يشرف عليكم لأن مو أي واحد بيكون مثلاً راقص مسرح بيقول أنا بدي أعمل vertical dance وبيبلش يتدرب لحاله لأن هي فيها مخاطرة كبيرة. كيف كانت بداية تدريباتكم؟ بداية تدريباتنا كانت فيك تقول خطوة بخطوة كنا نحن نأشرف على بعض يعني كنا نصلح لبعض نشوف كيف الوضع الأمور يعني إحنا طبيعة أمورنا أول شيء نبلش تصميم منبلش على الأرض حركاتنا عداتنا كل شيء بعدين نرجع نطبق على الحيط منشوف كيف شو في أخطاء كيف الأمور الحركات كذا ونصير يعني نساعد بعض لنطلع بشيء حلو بالآخر. وبالبداية الارتفاعات اللي كنتوا تشتغلوا عليها شو هي يا مثلاً مترين ثلاثة أو بلقتوا مباشرة بارتفاعات شاهقة؟ مباشرة أنا بلشت ب 30 متر بلشت ب 30 متر بلشت 30 متر كانت هي كانت هون البداية كتير صعبة خوف فيها كتير خوف عن جد صراحة يعني أنا أهلي كان تلفونات أول بأول على إنه كل ما يعرفوا عندي تدريبات استنفار عندهم طارق ارجع شو الوضع كذا لأنه عن جد كتير تجربة صعبة فالحمد لله اتخطينا أول فترة لما تخطيت أول فترة خلص صرت يعني أتمرن بأريحية أعرض بأريحية خلص يعني مكان لأطير أحلق مكان لمساحة لإلي لأبدع فيها بال 2016 أسست فرقة اسمها الراقصون المحلقون عرفني شوي عن هاي الفرقة الراقصون المحلقون طبعا هاي اجت الفرقة بعام 2016 بعد ما بلشنا اول عرض بريغنسبورغ ميونخ اجى هاي تأسيس الفرقة وهدفها انه نوصل هذا الفن للوطن العربي انا عربي وبهمني يكون لي بصمة معينة بصمة بوطني بفني ارجع بفن جديد بشيء حلو هون بلشت الفكره طبعا الراقصون المحلقون اول ما بلش كنت اعمل انزل فيديوهات على الفيسبوك كذا ريم بنر الفنان الراحل الله يرحمها كانت كثير متابعاني على هذا الشيء ومتحمسه دائما تقول لي طارق شو عم بتقدم يعني بدنا اكثر هي نزلت الراقصون المحلقون الله يرحمها من وقت انا طبست هذا الاسم وانا كنت يعني اسم الفرقه فلاي سكربرز بعدين يعني ترجمته للعربي الراقصون المحلقون هي مو ترجمة حرفية ولكن بمعنى إنه الراقصون المحلقون من هون إجى الاسم ومن هون بداية ومن هون انطلقنا مين الفريق اللي بتشتغل معه؟ هو الفريق كله ألمان أو عرب أو متعدد الجنسيات متعدد الجنسيات من يعني فريق من أمريكا من كندا من تايلاند ألمانيا سويد فرنسا يعني فريق دولي بس كله مقيم في برلين تمام انت بتعرف في برلين مدينة دولية وبيجتمعوا فيها اغلب الفنانين فكان فرصة مناسبة ان نلتقي ونقدم هذا الشيء مع بعض عروض كتيرة قدمتها طارق كرقص عمودي لكن كان لك مشاركة مهمة ببرنامج Arab's Got Talent اللي كان بال 2019 صلحني اذا كنت غلطانة صحيح. وصلت فيه للنهائيات شو اكتسبت من هاي التجربة بين طارق اللي كان عم يأدي عروض بألمانيا لطارق اللي أصبح هلأ يعني على الشاشة عمليا وتحت أنظار الجمهور وحكام تماما هلأ المشاركة بحد ذاتها بالArab's Got Talent بال 2019 كانت بحد ذاتها تحدي إنه كيف يتم نجاح المشروع اللي عم بيصير فصار إنه اوكي تمام رح ننزل على الArab's Got Talent وللاسف لاخر لحظه الفريق اللي معي ما قدر ينزل معي لاسباب معينه صارت فصار التحدي لإلي انه كيف الاقي فريق باقصر وقت ممكن لاقدر اقوم بهذا البرنامج خلال يعني هلا القصه كانت فتره 5 شهور تواصل مع بيروت و
فصار لآخر لحظة يعني آخر الشهر إنه صار إنه لازم أنا ألاقي فريق جديد. فريق إنه كراقصين أو كمعدات أو مو يعني الشغلة مو ما سهلة أبداً. وتحديت نفسي ما خليت مكان ما بحبشت فيه. فصار الحمد لله رب العالمين توفقت توفيق من رب العالمين. صار إني نزلت آخر 5 أيام يعني أنا ما أنا عامل شيء من البروجكت نهائياً. نزلت عبي على البرتغال قابلت ناتاليا وخلال 4 أيام صممنا العرض ومباشرة نزلنا على بيروت. تخيل جرأة كبيرة. تخيل أنا نازل على بيروت عامل من العرض 25% من الشو. كان أنزل على بيروت عنا يوم بس بروفات واللي بعدها الشو. أنا عامل من العرض 25% لأنه عم بتمرن على حائط طوله 6 متر وحائط بيروت ما يقارب تقريباً 35 متر. فأنا نزلت على بيروت هون هيك يعني في طموح قدامي بدي يصير بس ما بعرف كيف بدي يصير رح ألحقه. قدمنا الحمد لله بعد بروفات وجهد شاق الحمد لله وصلنا لنتيجة كتير حلوة الحمد لله. وبالنهاية التجربة أنا بالأرض كنت أنا وصلت الحمد لله للنهائيات بتصويت الجمهور. بس بالنهاية أنا بالنهاية ما بتعني لي بقدر الإمكان أنا شو النهاية المرحلة اللي وصلتها. بتعنيني أنا رسالتي أو فني اللي أنا ناطر أوصله للوطن العربي بطريقة حلوة ومرتبة. شو عم أقدم فن جديد هذا الشيء وصلته الحمد لله. أكيد النهاية ما لهون لسه هلأ البداية راح أكفي طريقي وعرف على للعالم للجمهور لفني بطريقة متطورة أكثر وأوسع إن شاء الله. إن شاء الله. انت ابن غزة وكيف عرفت انك انت تعلمت الجمباز انت وهيك عم تتعلم الحكي تقريبا يعني من البداية تماما. والفضل كان بيعود لوالدك اللي هو مدرب جمباز ووالدتك هي ايضا لاعبة جمباز. كيف بتخيل هيك حياتك انت كطفل صغير طارق بالبيت؟ هلأ صراحة نحن من انخلقنا بجو رياضي تماما بحت ان كان من امي والدي جدي ابو امي جدي ابو ابويا كلهم رياضيين تمام. ايه معروفين من الفلسطينيين القدامى بيافا. فسبحان الله عنا الرياضة وراثة تماما. فلما نخلقنا يعني أنا خلقت كبرت يعني صار لوعيتها حالي يعني عمري صار 3-4 سنين 5 سنين عم بلعب جمباز. إن مفكر الدنيا إذا تطلع برا كل الدنيا عم تلعب جمباز. طبيعي هذا طبيعي إنه هيك إنه هذا لا تلقائي هيك خلقت الكون. فصار إنه عن جد صار فينا إنه ربينا بهذا المكان. كنا بالبيت يعني بداياتنا وصغار يعني كان أبويا دائما يلعبنا إمنا يعملوا لنا حركات بهلوانية أمور شغلات كذا يرمونا لبعض يلعبونا شوية لياقة كذا. بعدين لما كبرنا شوي بابا سجلنا بنادي واعتنى فينا ولا كبرنا الحمد لله ووصلنا للي وصلنا له. الناس اللي بتعرف غزة بتسمع عن غزة دائما الصورة بتتوارد للذهن هي حرب فقر احتلال حصار أوضاع مأساوية إنسانية صعبة. كيف بظل هاي الأوضاع كانت حياتك كلاعب جمباز؟ بداياتنا لما نحن بلشنا جمباز كانت بدايات كتير صعبة من مجرد هيك شغلات أساسيات نتدرب فيها أمور بسيطة بوجود حصار احتلال ما نقدر كنا يعني نحصل على الشيء لنقدر نتمرن يعني محتاجة مثلا لمعدات هالمعدات مو بسهولة تجينا يعني من برا وكذا. كنا عن جد نشتغل بأقل إمكانيات كنا دائما نشتغل على إنه نجيب دعم من برا وكان الدعم قد ما كان يجينا دعم كان قليل جدا إنه وصلنا ونشتغل. بس بنفس الوقت نحن كنا عم نشتغل بمستوى فعلا كتير عالي جدا. شوفي دائما لما يكون عندك الطموح أقوى من كل شيء أقوى من إنه يكون مجرد عندك معدات. يعني أنت ممكن تخلق المعدات بأبسط الأمور تخلق المكان لو ما في مكان بنخلق مكان. كان في مثلا يكون في عنا بطولات دولية برا خارج فلسطين للأسف 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 ما قدرنا نشارك ولا بطولة خارجية خارج فلسطين. البطولة الوحيدة اللي شاركت فيها بطولة فلسطين هي 96 برام الله خدت فيها المركز الأول طبعا.
طبعاً. وبكل فخر. من أحلى المشاركات كان عمري بهذاك الوقت 10 سنين. عدا ذلك بطولات للأسف داخلية كانت يعني على مستوى المحافظات، بطولات خارجية كنا محرومين منها باسم تحت فلسطين أو يعني مواطن فلسطيني، ما كنا نقدر نطلع. هذا الشيء عن جد هيك إذا عمل فيه شيء داخلنا كتير حزن وجع، إنه تطلع إنه أنا محلش هذا إله مثلا، هذا لإلهم يعني بيستحق، من بيستحق يعمل بيسافر أو شيء، إحنا لا. نطرنا اللحظة لوصلت خلصت توجيهي لا أقدر أكمل حياتي برا، لا تفتح لي الأبواب برا. أول محطة لك خارج غزة خارج فلسطين هي كانت دمشق، درست هناك الأدب الإنجليزي، وبنفس الوقت انفتح لك باب جميل أنت بتقول عنه اللي هو الانضمام لفرقة الاستعراض إنانا. تماماً. شو هي بالنسبة لك أهمية العمل مع فرقة إنانا كانت؟ طبعاً سوريا فعلاً وطني الثاني، أنا ربيت وكبرت بسوريا، وأي شيء بتربطني ذكريات كمان كبيرة، بداية شبابي، بداية حياتي، بداية انطلاق للحياة، كانت سوريا دمشق، وهي كانت مركز لي حول العالم. بدايتي بلشت الجامعة، درست أدب إنجليزي بجامعة حمص، انتقلت على جامعة دمشق مباشرة، التحقت بفرقة إنانا السورية للمسرح الراقص، تعتبر أهم يعني من أهم الفرق العربية وعالمياً يعني على مستوى العالمي للمسرح الراقص. كانت تجربة رائعة جداً، تجربة مهمة جداً لإلي كطارق، تكوين شخصيتي الفنية على مستوى احترافي على مستوى أكبر. تعلمت المسرح الراقص برقصه بأنواعه، وباليت مودرن، تمثيل، أكروبات، كون شخصية فنية خاصة، تركيبة غريبة مع أكروبات حلو، يعني بتحسي حالك يعني أنت عم بهيكي فيش يا جواتك عم تتغير. أنت لما تكون على الستيج وتلاقي جمهور، أنت بتلاحق كفنان بتحسي حالك عم تقدم حالك بطريقة غريبة مميزة عن أي حدا تاني. كانت إلي لأول سفرة بتذكرها مع فرقة إنانا، يعني التحقت بفرقة إنانا بعد شهر ونص شهرين كنت معهم بعمان بمهرجان مسقط. هي كانت صراحة إلي يعني هي الذكرى الأولى مع فرقة إنانا، كانت رائعة جدا، يعني عم عيش كل لحظة بلحظة بلحظتها، إني في شيء عم بتحقق معي كنت فاقده هلأ عم بتحقق. عم بوقف على ستيج، كان الستيج طوله لحاله يمكن شيء 100 متر، بعرض 50 متر، ستيج يعني كبير كبير، وطيران وأجواء شخصيات مهمة عم تحضرنا. فصراحة إنه أنا بالمكان الصح عم بقدم كتير شيء حلو، فخور بنفسي، وهذا اللي كان يصير. للأسف الحرب لحقتك من غزة، لحقتك لسوريا بال 2012، اضطريت إنك تترك سوريا بسبب الأوضاع، بسبب الحرب. 9 أيام قضيتها برحلة على قوارب الموت من مصر إلى إيطاليا، 9 أيام في البحر. شو أصعب اللحظات اللي مرقت فيها بهذيك الفترة؟ تماماً. هلا أول شيء على قولت واحد، هربنا من الدلف، نزلنا تحت المزراب للأسف. صراحة رحت على أكثر مدينة عربية خليجية عربية كذا إني حاول ألاقي الاستقرار فيها، ما قدرت ألاقي استقرار. يعني أنا عشت سنة كاملة بشنطة إنه أجول فيها دائماً، سنة بس على الشنطة تبعتي أشوف وين في مكان ما أقدر أكمل فيه حياتي. إجتني دعوة لسيرك سولي، أهم سيرك في العالم بكندا. للأسف قدمت بكندا، ما جاني بالرفض، كوني بس يمكن لأنه كنت جاي من سوريا وكوني فلسطيني، مع أنه قبلها بسنة كنت بكندا وبأمريكا، بس للأسف جاني بالرفض. هذا الشيء كمان أجبرني، يعني بعد ما دقيت وكتير أبواب، أجبرني أني أنا أكون بقوارب الموت. من أسوأ اللحظات صراحة، يعني شو بدي أقولك، لأقولك يعني فيني أقولك وقت ما تركونا، أساس كانوا معانا المهربين، تركونا في نص البحر على أساس عندنا بس 80 كيلو، يعني قالوا لنا شغلة ساعة، ساعة ونص من وصل على إيطاليا. نحن عندنا 9 أيام بالبحر بليلهم بنهارهم، يعني ما كنا نشوف النوم، الأكل ما كنا ناكله. تخيل الحياة، دوار البحر، الأمواج، الجبال. تركونا المهربين في نص البحر، حملوا حالهم، أخذوا بطارية التخيري، بطارية المركب، وشغلونا المركب، أخذوها على أساس إنه هي تضلها مشغالة، وحملوا حالهم وهربوا. احنا على اساس مشينا شوي صغيره وطفت المركب، خلص ما عاد تشتغل، كل عام بخير. اللحظه هاي صارت تفوت المي على المركب،
ما عادت تطلع. بالعاده ما يكون شغال الماتور بتفوت المي بتكرر بتطلع برا، هلا صارت تفوت والمي عم تتقل وبتنزل المركب لتحت. من 11 الظهر للساعه 11 بالليل ونحن عم نمسك المي ومن بالجالونات قصينا وعم نطلع من المركب لبرا المركب. سبحان الله لحظه بلش بين نور وشوي شوي بلش يقرب اكثر لطلعت شرطه ايطاليه. مباشره طلعت على الساريه على السفينه صرت ناديهم انقذونا لحقونا، صارت تدور حوالينا يعني ببعد تقريبا شي 500 متر صاروا نهدوا روقوا كذا كذا هي المشفى على الطريق. وفعلا كان في بارجه كثير كبيره ضخمه جدا قعدت تقريبا ساعتين لوصلنا بيعني لحظات نحن المركب خلص على مستوى المية العالم يعني حكينا شوي يكون ميتين. والحمد لله رب العالمين اخذونا انقذونا ومشينا بالمركب البارج الضخمه هاي قعدنا يوم ونص لوصلنا على ايطاليا تخيلي يعني. وعدا ذلك الامواج صارت تلعب فينا لعب ما بالك واحنا بالهاي بالمركب كان احنا صرنا عند خور فكان. هلا شو بتفكر لما بترجع لهديك اللحظات والذكريات شو بتفكر؟ بتقول كان جنون لو مرة تانية ما بتعيدها؟ لا هلا مستحيل اعيدها والله مستحيل. انا من جوا كنت ابكي اللحظات الصعبة اللي بتذكرها أو اللي تمنيتها تمنيت أسمع صوت أمي بهاي اللحظة والله العظيم قلبي من جوا عم ببكي. كنت أقول يا ربي والله يا ربي أمنيتي بريئة كانت أوصل على أوروبا أكمل حياتي أشتغل أوقف أساعد أهلي هيك يعني أمنيات بسيطة جدا. ولكن يا ربي إذا هذا قدري أنا ما عندي أي مشكلة. ولكن يا ربي باللحظة عن جد كنت متمنى أسمع صوت أمي بس أسمع صوت أمي. فصار إنه خلص سلمت امر لله ما عنا يعني تخيل انت في نص البحر المتوسط وتلاقي العالم اللي عم تبكي العالم هيك صافنه كل واحد عم بفكر باهله بحياته باولاده بمرته بابوه بامه في ناس تبكي عم بقول لك تشوفي مناظر. خلص كل واحد سلم امره لله واجت الحمد لله لنا عمر نعيش اللي له عمر ما بتهينه شده الحمد لله. كطارق بعد ما وصلت لالمانيا بعد كل هاي الرحله يلي فيها حروب وتحديات كثيرة وقلق وخوف من الموت لما وصلت لألمانيا كيف يا ترى كانت حياتك كراقص؟ هل وجدت مكان لإلك بسرعة أو شو التحديات اللي واجهتها أنك تثبت نفسك كراقص عربي في بلد فيها آلاف الفنانين والراقصين المحترفين؟ تماما. هلا أنا صراحة اشتغلت في الفريديش بالاس هي تعتبر من أهم المسارح الراقصة في ألمانيا ككل. اشتغلت فيها فترة أسبوع 10 أيام بس صراحة كشخص أنا كطارق ما لقيت حالي بهذا المكان حابب أسس أنا شيء لشخصي لإلي بيعود لإلي صراحة. بالتزامن بنفس الوقت إجت فكرة الفيرتيكال دانس بالنسبة لإلي يعني شفت الفيرتيكال دانس ضوّت عيوني إنه هذا الشيء يعني تحت الفيرتيكال دانس مكتوب اسم طارق بناسبني إنه أكروبات رقص. أنا يعني قلت لك شغلة إنه أنا إذا بدي أكون كراقص في كتير راقصين أهم مني. إذا بدي أكون كأكروبات خاص لحالي كمان في كتير أكروبات أهم مني ومحترفين يعني بأوروبا ككل. ولكن لا أقدر أميز حالي وأكون أنا كمان مميز عن غيري ومهم جدا بمكاني إني أكون بالشيء اللي عم بعمله الفيرتيكال دانس أمزج الرقص بالأكروبات على الحائط بأماكن عالية جدا وأقدم فن بطريقة جديدة ومبتكرة وحديثة. هلا الكورونا رجعت عملت لك تحدي جديد لان خلال تقريبا سنه ما قدرت تقدم العروض مثل ما انت كنت متامل وعم تحلم. هلا في شيء جديد يا ترى رجعت تنفتح شوي الامور امامك؟ ان شاء الله يا رب. بنقول يا رب. هلا فعلا صراحه الكورونا كثير اثرت علينا وعلى يعني بشكل عام على القطاع الفن والفنانين كثير تجربه سيئه. هلا ان شاء الله عم نحاول نكتل الغبار عن حالنا شوي شوي ان شاء الله. في يعني عم نشتغل على اكثر من بروجكت هلا ان شاء الله بالسعوديه على امل ان شاء الله بشهر نوفمبر 11 يا رب ترجع تنطلق من جديد. ان شاء الله نرجع ننطلق. وطبعا بالسعوديه انطلاقه كثير مهمه واحد زي بلش فيها ان شاء الله. هلا عم نشتغل بروجكتين نقول يا رب التوفيق على امل ان شاء الله نروح ونحلق من جديد وهيك خلص نقلب صفحه الكورونا لانه عن جد ملينا فتره كثير صعبه نرجع نشتغل لحالنا ونقدم حالنا بطريقة حلوة يا رب.